السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، جدنا قناة معكم قناة تربية الأرانب مع مدربين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد من فيديوهات حلقات أبو نرمين. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا جدا، طريقة عمل أقفاص للأرانب من شبك الثلاجات بأقل التكاليف. عمل أقفاص للأرانب في شبك الثلاجات بأقل التكاليف. الشيخ حسن جزاه الله خير عامل لنا فيديو، يلا بينا يا جماعه مع بعض نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم وعلى الاسره الكريمه بخير يا رب العالمين. سلامي للجميع وسلامي لابو نرمين، معاكم اخوكم الشيخ حسن سعيد من مركز زفت الغربيه. وطبعا كتير من على قناه ابو نرمين ومن تربيه الارانب، الناس يعني كتير عارفيني في بلاد ما بيبقاش موجود فيها. انا جاي النهارده اتكلم عن فكره انا عاملها بقالي 18 سنه وماشي بيها. الفكره هي عباره ان انا مثلا عملت بطاريه من شبك الثلاجات من الخرده، بدل ما بروح اجيب بطاريه ب1000 جنيه، في ناس ظروفها مثلا ما تسمحش انها تجيب بطاريه، في ناس ظروفها بلادها مش موجود فيها بطاريات، زي الدول العربيه ما بيبقاش فيها بطاريات برضو قد كده. فانا حبيت اعرض الفكره ديت وكلمت اخويا ابو نرمين فقال لي صورها وان شاء الله نعرضها للناس برضو اللي هي حبايبنا واصدقائنا معانا على الجروب. الفكره كلها ان انت بتروح عند اي بتاع خرده او بتاع ثلاجات، بتشتري شبكه ثلاجات اللي هو الرفوف الداخليه نفسها. فالرف الداخلي دوت عباره ان انا بشتريه، هو بيجي معايا الرف اهوت، انا بجيبه بربطه في بعضه من تحت تمام، وبعمل الثلاث شبكات ارضي بعملهم عينين اتنين، وبحط واحده من اليمة دي زي نظام بربطها كلها، وبسلك رباط اللي هو من عند الموان الكيلو ب20 جنيه، بتجيب النص كيلو بيقعد عندك مسافه ياما. طبعا اكتريتنا عارفين الكلام ده. هنا انا بعمل بعد ما بعمل العين بجيب طاجن اللي هو بتاع الحمام، اكلات الحمام، طاجن بجنيه ونص، بربطه بسلكه بحيث ان انا احطه للارنب ما يوقعوش. طيب عملت القفص وربطته كله شبك تمام، كله شبك، وبتعمل له قفل عادي بحيث ان انت تفتح وتقفل الكلام ده كله. طيب هنسيهم ازاي؟ بجيب خرطوم اللي هو بتاع الكهرباء، اللفه ب 65 جنيه بتكفيني ياما، وبخرم بخرم مسمار عادي جدا بسخنه، خرم مسمار اللي هو مسمار اللي هو ال 5 سنتي، وبمسك النبلة هستلس مش رباط كمان، وبضغطه بالبنسة وبقفله، وفي آخر الخرطوم بعمل له طبة بنزل منه بغسل منه. ودي ده نظام الشبك. فأنا عامل نظام الشبك دوت للذكورة أو للأمهات أو كده يعني. فطبعا أنا بوريكم خرطوم الكهرباء ماشي إزاي، وأدي الجردل بتاعه. طيب هنا كل ذكر انا حاطه فين؟ طب انا الذكر بعمل له شبكه ونص، يعني بعمل الثلاث شبكات الارضي بعملهم بعملهم عينين لكل ذكر عين، وبيبقى مرتاح واقف 10 على 10 فيها، واخد راحته كمان ومرتاح فيها 10 على 10. طيب انا عاوز اعملها للامهات. طيب اعملها ازاي؟ بقوم جاي بدل ما بعملها عين بعمل الثلاث شبكات الارضي عينين اتنين، لا بعمل الثلاث شبكات عين واحده، وبعمل صفيحه ولاده. الصفيحه ديت عباره ان هي زي علبه سمنه، برضو هبقى اعمل لكم ليها فيديو بحيث برضو ان ابو نرمين يبقى يعرضها برضو، بدل ما بجيب الولاده ب 45 جنيه لا انا بعملها صفيحه سمنه، صفيحه سمنه ب 3 جنيه بجيبها من عند اي بقال او علاف اللي هي بتاعه السمنه، وبعمل لها الباب وبخرمها برضو. هبعمل لكم ليها فيديو علافات داخليه اللي هي بتاع الفطام ب 12 جنيه برضو، بنعملها بحته صاج بتوفر علينا الفلوس دي كلها. هي الفكره كلها ان انا او اي مربي ان احنا عاوزين نوصل ان تربيه الارانب مش مكلفه زي البطاريات زي الكلام ده كله. هي دي الفكره عامه تمام. فطبعا انا دلوقتي حبيت اصورها لكم على الطبيعه واوريها لكم. هي ديت شبك من بتاع الخرده، الكيلو بتجيبه ب5 جنيه، بيجيب لك 20 شبكه 30 شبكه 40 شبكه حسب ما انت عاوز.
ولفه خرطوم ب 65 جنيه اللي هي الاحمر بتاع الكهرباء ديت، وبتشتري النبل بال 4 جنيه، بتحط كل نبل بتحط له كل عين بتحط له نبل تمام، والجردل بتاعها عادي بتعمله على ايدك. يعني الفكره كلها ان انا عاوزين نوصل الفكره للناس ان تربيه الارانب مش صعبه للدرجه ان انا اروح اشتري بطاريه ب 1600 جنيه و 1700 جنيه، لا انا ممكن ب 200 جنيه اجيب شويه شبك خرده اعمل لي بيهم 10 عيون سواء ذكوره او امهات. هي دي الفكره كلها. وكل سنه وانتم طيبين وتحت امركم جميعا. وفي فيديو تاني برضو عامل منه بكاس بس زي نظام حبسات الحمام، هعرضه لكم برضو. ورجعنا لكم تاني يا شباب بعد ما شفنا الفيديو وشفنا الشيخ حسن سعيد جزاه الله خير على الفيديو الجميل اللي هو عمل لنا ده. يعني فكره جميله بسيطه جدا يا شباب، اي حد فينا ممكن نروح الخرده يشتري الحاجات ديت من عند بتاع الخرده، متوفره جدا يا شباب. الشبك بتاع التلاجات ده متوفر كتير جدا تمام، متوفر عند بتوع التلاجات برضه كتير جدا يا شباب، بنجيبه ونظبطه ونمسكه ونقفله ونجيب سلوك رباط ونربط يا جماعه الشبك زي ما الشيخ حسن عمل كده في الفيديو معانا. وعمل لنا برضه فكره في الخرطوم بتاع الحلمات، ما شاء الله جاب الخرطوم البلاستيك وجاب البزابيز وخرم الخرطوم البلاستيك وعملها فيه. وان شاء الله هنعمل لكم فيديو عملي بالشبك ده باذن الله، ان شاء الله هنعمل لكم فيديو عملي يا جماعه، هنجيب الشبك قدام منكم وهنعمل لكم فيديو عملي باذن الله بالشبك وطريقه عمل الشبك. وبرضه الشيخ حسن برضه عمل فكره طريقه عمل برضه نفس السلكات الارانب اكسيد الارانب بالخشب من عيون الحمام. يعني عنده كان عنده عيون حمام قديمه يا شباب، استغلها وعمل الفيديو ده يا شباب. ان شاء الله هينزل قريب باذن الله على القناه جزاه الله خير، وكل من يساعد الناس برضه على دماغتنا جزاه الله خير. وطبعا ان شاء الله انتظرونا سلسله حلقات من داخل قناه ابو نرمين، كل ما هو فيه خير كل ما هو فيه بدل للناس. اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.